بالروح يضم آلي يسعم الصب فيطلقه ويطلق أشرفته من قرباني عليه يا رب أنا القرآن أنت بني أنا القرآن نقاري خرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي مثلما أسماه علماؤنا وأسلافنا أيها الناس إن القرآن له منزلة عظيمة في قلوبنا جميعا يستعد بعد الطالب علي الطالب أيوب عبد الكريم جمعة عبارة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سلكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والنار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى عبد الكريم جمعة سالم علي من أي مدينة شيخ أيوب؟ من مدينة الوصامة مرحبا بك شيخ السؤال الأول من قوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذبوا بآياتنا هم كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يملكون منه خطابا ذلك اليوم الحق السؤال الثاني من أول سورة الغاشية هل أتاك حديث بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هنفت لسالم عجاج مدير مكتب الشؤون الإدارية لجمعية يد رحيم على مال الخيرية مصراتة
طبعا اليوم احنا قاعدين في اجواء المسابقه القرانيه السنويه لسنه 2023. طبعا احنا هذه ثاني سنه نقيم فيها كجمعيه هذه الرحيمه، متكفلين بهذه الشريحه الخاصه بشريحه المكفوفين فاقدين البصر من جميع مناطق ليبيا، من طرابلس، من زليتن، من مصراته، من الخمس، من بنوليد، من بنغازي، من جميع مناطق ليبيا مشاركين فيها هذه المسابقه، وعدد المسابقين ما يفوت ال 100 متسابق او 110 متسابق. شامله هذه المسابقه من اذان ومن تجويد وحفظ القرآن ومن تلاوة مختلف الأعمار. طبعا هذه المسابقة مقامة من ساعات الصباح اليوم لغاية ما يتم المسابقة إن شاء الله بإذن الله. ونحب نشكركم وبارك الله فيكم وبارك الله في الجميع إن شاء الله.